وجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني بإنشاء الإدارة العامة لاستعادة القطع الأثرية المسروقة والمهربة إلى الخارج، سرعة استكمال إعداد اللائحة المنظمة لمهامها. وجاء ذلك خلال لقائه في العاصمة عدن بالدكتور أحمد بطايع رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وسالم العامري نائب رئيس الهيئة، ومحمد سالم السقاف وكيل الهيئة. وناقش اللقاء العديد من القضايا والمهام التي تتعلق بنشاط الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وعلى رأسها قضية التهريب والاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية اليمنية غير المشروع.